فكرك هنعدي خبر ان انت مسكت ملف التعاقدات تاني. التعدي اللي ما هيتعرف يعني هو مش هيتعرف. مبروك. الله يبارك لك. طيب يعني هنقول اقرب صفقة ولا؟ لا لا طبعا، ده انت بالعكس بقى، كل ما يكتب او يقرأ خدوه من هنا ومشي، فوت من هنا ويفوت من هنا برضه. مفيش حد يصدق كلمة بتتقال دلوقتي. ممكن يصادف حد منهم يخلص، لكن كل اللي بيتقال وعلى ضمانتي وعلى ضمانة غيري بتاع لن يحدث. لن يحدث. سنعيد الأهلي إلى تقاليده في العمل. اللي هيتكلم ليس له وجود بيننا. ده شرطي الأساسي. ألا يتحدث أحد، واللي هيثبت إنه سرب، قاعد سرب، حتى يقول لك كنت شايفهم بيمدوا رايحين ناحية أوضة الاجتماع. اللي يكلم والله أنا بكلمك بجد، اللي يكلم ساعي بتاع إيه اللي حصل وإيه الأخبار ودخلوا إمتى وخرجوا إمتى. الساعي ده هيحاسب. فالنبي الإعلاميين يحافظوا على أكل عيش الناس شوية. طيب وانت تحافظ على جمهور ملك وكتابه. وانا حافظ على شغل الاهلي. جمهور ملك وكتابه يسعدوا الصفقه اللي خلصت، مش اللي يقعد يتكلم فيها 10 ايام. لا، هو عايز الصفقه اللي خلصت.